أستاذ ماك شرقاوي، أتوقف معك في المسار السياسي بعيدا عن الميدان، وفي جديد هذا المسار وزراء خارجيات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أعلنوا هكذا بالنص دعمهم لهدنات وممرات إنسانية في غزة دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار. كيف تفسر هذا الموقف من دول الدول الصناعية السبع الكبرى؟ هل ما زالوا يراهنون على الميدان؟ أهلا بيك وأهلا بضيوفك الكرام وجمهورك الكريم. بس هو تعليق صغير خالص بس عن الميدان قبل ما ندخل في السياسة. فضل. إذا يعني نشر القسام أنهم دمروا 136 آلية ومدرعة وعندهم الأدلة على هذا، وعندما تكون المدرعة أقل طاقم يعني موجود في أي مدرعة أربعة، لو قلنا أن يعني فقط ثلاثة فقط قتلوا من هذه المدرعة التي تم تدميرها جزئيا أو كليا، يبقى عدد القتلى لا يمكن بأي حمل أحوال يكون 31. في تسريبات من داخل الكيان الإسرائيلي المحتل أراضينا الحرة في فلسطين بتقول أن الكيان بدأ يرحل الوفيات إلى حوادث الطرق، يعني الضابط كان في رحله وتوفى وكان بالصدفه ضابط، يعني ده يعني من داخل الكيان الاسرائيلي وبدا هذه التسريبات، وهي منطقيا لان عدد القتلى لا يقل باي حمل احوال عن 500 قتيل من الجيش الكيان الاسرائيلي المحتل. ده بالنسبه للميدان. نعم. بالنسبه لمن يعني يقف معهم في الميدان ايضا وهم دول الجي 7، يعني اعتقد ان دول الجي 7 ومنهم اليابان الذي اكتوت بهيروشيما وناكازاكي من يعني العدوان الغاشم الامريكي عليهم وانتهاء الحرب العالميه الثانيه، النهارده بيقفوا مع هيروشيما جديده ما اطلق من قنابل على سيد غزة. انا اسف للمقاطعه لكن ستكمل فكرتك، لكن دعنا نتوقف سويا ونشرك معنا السادة المشاهدين في هذه الصورة التي تأتينا مباشرة من غزة ويظهر فيها عدد من القنابل المضيئة وهي تتساقط على من فوق سماء غزة على مناطق متفرقة في القطاع، وطبعا يسمع دويها الشديد والمفزع بشكل واضح جدا. تفضل سيد ماك، كنت تتحدث عن هيروشيما جديدة تدعمها الدول السبع. اليابان الذي اكتوت بهذا يعني الأمر النهاردة بتدعم العدوان الغاشم ولا أحد يتحدث في وقف إطلاق النار. هو اجتماعهم يعني كان في اليابان، يعني من الصدف الغريبة يعني. في أرض ما وقع في هيروشيما وناكازاكي، يعني أعتقد كان حريا باليابان أن تتذكر هذه الذكريات الأليمة وتشاهد ما يحدث اليوم. 10500 من الشهداء منهم 4500 طفل إلى اليوم، أعتقد يعني من نقول أنهم الدول المتقدمة والدول التي ترعى حقوق الإنسان وصدعوا رؤوسنا بحقوق الإنسان، تذكر معي عندما تحركت 13 دولة أوروبية وأرسلوا خطابات شريرة اللهجة الخارجية المصرية. ليه؟ عشان قبضنا على ثلاثة من مبادرة هي مكتب محاماة يدعي كذبا أنهم مبادرة، يعني المبادرة المصرية لحقوق الشخصية. 13 سفير دولة اجتمعوا في شقة في جاردن سيتي مقر هذه مكتب المحاماة المدني وأرسلوا خطابات عديدة لقد اعتدينا على حقوق الإنسان. عشان كنا بنحقق مع الثلاثة ما تقدوه من أموال من الاتحاد الأوروبي بدون وجه حق. النهاردة هؤلاء 13 دولة منهم 7 دول الدول العظمى اقتصاديا لا يتراعى أبدا ما يفعلوه مع حقوق الإنسان. أقل حقوق الإنسان الحق في الحياة، فيحدث النهاردة بالتأكيد يعني اعتداء على القانون الدولي، القانون الدولي الإنساني وكل القوانين التي سنت في هذه الأرض، ولكن هم ينظرون إليها بمنظور آخر، بمنظور المصالح، بمنظور أن تكمل إسرائيل خطتها حتى يتم يعني تمرير صفقة القرن التي لم يستطيعوا تمريرها دبلوماسيا ولم يستطيعوا مع وقوف مصر والمملكة العربية السعودية والإجهاضها مع ترامب النهاردة بينفذوها بالقوة، وبيدي نافذة لبنيامين نتنياهو أن ينفذ ما يريد ما يريد، يقتل ما يريد حتى تنتهي إسرائيل من هذا الغي. أعتقد قد يعني سقط مجموعة السبعة النهاردة فيما يعني ما صرحوا به من تصريحات يعني لا تغني يعني ولا تسمن من جوع، مجرد هدنات، وبنيامين نتنياهو يعترض لا توجد أي هدنة إلا مع تسليم كامل الرهائن. أعتقد يعني الأمور بدأت واضحة
العالم يضع على عينيه عصابة سوداء ولا يريد أن يخلعها. نعم. النهاردة بعد كام يوم؟ النهاردة 33 يوم عمليات عسكرية ولا زال القصف مستمر. كان حديثهم عن هدى إنسانية ولا يقترب أبدا من فكرة وقف يعني كامل لإطلاق النار.